ثمنت جمعيه مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزاره الداخليه في مكافحه غسل الاموال ونوهت بهذا الانجاز الدولي الجديد الذي يبرهن على تقدم القطاع المصرفي ويعكس الاسس الراسخه التي تقوم عليها الصناعه المصرفيه في مملكه البحرين كما اشادت الجمعيه بجهود وزاره الداخليه في هذا الاطار وجهود مصرف البحرين المركزي من خلال لجنه وضع سياسات حظر ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو ما اسهم في احراز المملكه اربع نقاط ونصف وفق تقرير بازل الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمه غير ربحيه ويصنف الدول وفقا لمخاطر غسل الاموال